لأن محمد وقمرة يفاجئون متابعيهم. المودريانة تعيد ارتداء هدية السلاوي، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد صعود الموديل اللبنانية يانا مع الفنان السلاوي لايف على تيك توك بالأمس، قامت الموديل بنشر ريل وهي ترتدي السلسال الذي أهداه لها السلاوي في الفيديو كليب لما تكوني، والمتابعين لاحظوا هذا الموضوع وقاموا بالتعليق ليانا. You know I'm gonna feed 'em if you're coming for me. Hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head. I'm seeing take. وأيضا قمرة تخطت عتبة 4.1 مليون على الإنستغرام. أيضا لانا محمد تخطت هي أيضا حاجز 2.2 مليون متابع على الإنستغرام. فألف مبروك لهما بهذا الإنجاز. شعري تحممت وطلعت من البيت. كل ظني إنه سفرتي لدبي باكر. طلع السفر اليوم وانا عبالي باكر وكل شيء ما محضره، حرفيا ما مجهزه اي شيء. فهذا كان خبر ابدا مو حلو. فهذا طالع اشتري كم شغله قبل السفر وراح اروح اسوي شعري لانه حالته مزريه ولازم اسوي الجنطه اليوم. كل شيء تحضيرات اليوم. انا يعني انا كنت مرتاحه لانه عبالي باكر.